هنا بقى هو جاب ايه؟ جاب المصحف وخد الفتحة من اول مصحف، بس ايه، واحد ياباني ولا فاهمها ولا بيقراها ولا عارف حاجة خالص، مجرد جاب الصورة بالكتابة وحط المية فوقيها، حط كوباية المية فوقيها، هو فوقيها بس، هو مبهور بشكلها لكن مش فاهم، مش فاهم حاجة خالص، فقال لك احط المية فوقيها اشوف ايه اللي هيحصل. ورينا كريستالة طلعت ايه بقى. سبحان الله. سبحان الله، دي احلى كريستاله طلعت. سبحان الله، وده جاي من ايه؟ من شكل الحروف والكلمات، يعني جلال رسم المصحف العربي والطاقه اللي موجوده في الكلمات تطلع طبعا كريستاله كده. يعني الخط العربي فيه اسرار طاقه كبيره جدا، احنا بنمسك القلم ونكتب ومش فاهمين ان كل حرف من اللي بيكتبه ده بيحرك الطاقه في المكان اللي احنا فيه. هنا بيبان الكلام ده. طب نشوف بعد كده برضه. هنا بقى جاب العليم. اسم من اسماء الله الحسنى العليم، هو مش فاهم ايه ده. هو كان فيه واحدة ست هناك مدرسة مسلمة في اليابان، فديت له شوية الاوراق دي وهو مش فاهم حاجة فيها، فقالت له دي حاجات من القرآن عندنا. فمسك كلمة العليم دي ولفها حوالين الورق بس من غير ما هو فاهم حاجة خالص. طلعت ايه كريستالة؟ وريني. سبحان الله العليم. سبحان الله. طبعا تخيلوا بقى لو اللي بيحط دي بيقراها كمان وفهمها وبيعتقد فيها وقال الكلام ده، يطلع حاجه بقى الميه طبعا تبقى كريستاله ما حصلتش. ما حصلتش، وهيبقى ليها طاقه فعلا تقضي على اي طاقه سلبيه جوه الجسم. السبب بقى التعاون بتاعنا ان هو عايزني بالطرق بتاعتي استعمل ده كمخزون، الكريستاله دي كمخزون معلومه، واستخرجها بحيث ان نقدر نطبقها ونشعها في حاجات. هو ده الخطوه الجايه بقى، الخطوه الجايه ان شاء الله. نشوف بعد كده. العدل برضو مكتوبه، اسم الاسماء ومحطوطه بدون نطق بدون اي شيء. الله، نجفه كريستال جميله. انا قلت له بقى لو جبنا حد من المقرئين عندنا اللي عندنا خمس اماكن للطاقه واحنا بنطلع الكلمه بيتعلمها المقرئ وعمل الكلام ده وهو بيقرا العدل، طبعا هيغير طاقه الميه بشكل رهيب يعني. وان شاء الله الحاجات دي ناويين نعملها في ان شاء الله مدة يعني. احنا هيجي علينا وقت انه هذه الميه مقروء عليها قران مثلا وتباع وليها طاقه ايجابيه والى اخره. والله ده علينا احنا بقى، احنا البلد الاسلامي المسلمين بالزبط. يعني هو الراجل بيورينا حاجه احنا بقى مفروض يعني. انا قلت له لما جالنا قلت له انت جاي في الشرق لاول مره. الشرق عميق عميق جدا، بقاله 7000 سنه هو هنا. هو جاي من شرق برضه. بس انا قلت له ايه، تاكد ان احنا التعاون بتاعنا ده هيضيف حاجات اعماق جديده جدا انت ما مش متخيلها النهارده. حضاره الطاقه. فانا قلت له هتشوف ان شاء الله، هتشوف كمان سنه لما تجي لنا هتشوف احنا ضفنا ايه. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الحكيم الودود. الودود. اللي فاتت كانت الحكيم وده الودود. الحكيم ده الودود. مش ممكن. الله، ده ولا اي جواهرجي في الدنيا يعرف يعمل دي. امين. الاحد. انها ابيض. وكلها جميله، مفيش واحده فيهم طالعه بشكل مش جميل. مع ان هنا احنا ايه؟ انت في صورة الكعبة. صورة الكعبة. الصورة حطها تحت كوباية برضه، كوباية محطوطة ايه؟ هو ما قدرش يروح هناك، حط المية فوقيها وبعدين خد المية عمل منها دي مية عادية. مية عادية خالص، عمل منها كريستالات. وبعدين في حاجة. دي الكريستالة بتاعت الكعبة؟ بتاعت الكعبة اللي عملها مش مسلم ومش فاهم. فممكن هو مش فاهم ايه اللي بيعمله ده، طاقة اللي بيعمل التجربة برضه بتدخل في التجربة. ايمانه ومعتقداته طبعا بتفرق. فمع ان معتقدات غير معتقداتنا وايمان غير ايماننا، حاجات اسلوب تاني خالص، والراجل مش فاهم حاجه خالص، وممكن يكون حتى مش الكلام ده يعني ملوش اي بالنسبه له، اي هو مش عارف يقراها، مش عارف يعني يقراها. او يقول لك ايه ده، حاجه غريبه بالنسبه له. ومع كل ذلك، كل النواقص دي الا ان الكلام ده. فاحنا لازم ايه، نعرف حلاوه وقيمه الرساله اللي هو بيعملها، رساله الماء دي. طبعا. هنا بقى الاذان، الميه وهي بتسمع على صوت الاذان. بس هو جاب بقى ايه، جاب شريط اذان وحط الميه قدامه وبعدين مسك الميه وعملها. يعني دي مثلا الشيخ عبد الباسط هو اللي ما انا قلت له كده، قلت له لا ده تعالى بقى عندنا حمامات. قلت له المثل بتاعنا، تعالى بقى عشان مش هتبيع الميه في حاره السقايين، تعالى لنا بقى. طبعا.
واحد بيقول كلمة اسلام بس. كلمة يعني اسلام عملت الشكل الجميل ده. هو بيقول الكلمة اسلام. اسلام. فانت عايز تقولي ان دلوقتي لو واحد مثلا كوباية المية دي قال فيها كلمة اسلام هتبقى المية بالشكل ده. ليه؟ فتبقى المية دي فيها طاقة ايجابية لما اشربها هشرب مية كويسة. ليه بقى؟ في حاجة اسمها الفكر الجماعي. يعني الفكر الفردي بتاعنا بيتوجد بالذبذبات بتاعته في الجو في الغلاف الجوي على الارض ويبقى فكر جماعي زي برنامج جماعي. لما واحد يقول كلمة اسلام حتى لو مش مسلم قال كلمة اسلام بيحصل رنين بين الكلمة وبين الطاقة اللي في الجو دي فتقص المية تلقط الكلام. الاماكن المقدسة كلها الانسان بيبقى مرتاح فيها. متبرمجة جاهزة. متبرمجة لانه تكرار الكلام الحلو الجميل المقدس بيعمل رنين في المكان كله. ففي واحد يقول لك ايه انا اول ما بخش المكان ده بستريح وبهدى المدينة. طبعا مثلا مدينة مش بس هنا بقى الرسالة دي تورينا حاجة تانية. انت لما بتخش المكان ده 70% من جسمك المية بتتغير فعليا. خلاص احنا علميا احنا شفنا اهو. فانا بتغير فعلا مش بس بقى تقول لي ايحاء ولا كده. لا فعلا بتغير. ودي رسالة الماء. اهم حاجة في الدكتور اموتو انه ورانا الحتة